عاشت حروب وفقر، حصار وجوع، عانت وتضررت، انحرمت من الدراسة مرة ومن العمل مرات كثيرة، ظلمها المجتمع، منعتها العادات والتقاليد من حرية التعبير والكلام، مع أنه هي ما قدرت تنال هواية من حقوقها، بس بقى نصيبها من البطالة هو الأكبر. بس ست الكل دائماً تلقي طريق خاص حتى تشق للنجاح والإبداع. مرحبا صابرين، ويا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا. نطل عليكم عبر قناة يو تي في من خلال برنامج ست الكل. ست الكل لكل سيدة وشابة وفتاة عراقية تستحق انه احنا نتكلم عن قصتها ومعاناتها، وجودها بالمجتمع، ادوارها المهمة والمصيرية، الصعوبات والنجاحات. عن ست الكل ولست الكل يسعدني ويشرفني أن أقدم هذا البرنامج أنا ديما وميض منير، وترافقني في تقديمها أكيد صابرين. مرحبا صابرين. يا مرحبا يا ديما. طبعا اليوم أنا كلش سعيدة أنه إحنا دا نقدم برنامج عراقي خالص عن المرأة العراقية، حياتها، دورها بالمجتمع. أكيد بس تدرين ديما أنه اليوم نسبة البطالة عند النساء تبلغ 56%. طبعا هاي نسبة كبيرة تعتبر، وأنه هي ما شغلة بس حيز 8% من دور العمل، ونحن بنفس الوقت بالعراق نسبة النساء أعلى من نسبة الرجال. بس ست الكل تبقى ست الكل. قدرت المرأة العراقية أنه هي تجد مجالات عمل مختلفة، انشأت مشاريعها التجارية الخاصة، مشاريعها صغيرة استغلت فيها ممكن هوايتها أو حتى مهارتها، بدأت بعضها يمكن من مواقع التواصل الاجتماعي من خلال صفحة أو حتى محل صغير، وانطلقت من هاي البوابة الصغيرة إلى عالم الأعمال تاركة خلفها عالم البطالة. طبعاً مشاريع متميزة قدرت تحقق الانتشار والربح، تقدم خدمات متميزة يحتاجها المجتمع حتى الاقتصاد العراقي اليوم. طبعاً تغلبت على البطالة بطرق خلابة، رحنا وتابعنا قصة من قصص النجاح هذه، وشلون قدرت صاحبة المشروع الحلو البسيط تتحدى كل شيء وتحقق نجاح. خلينا نتابع هاي القصة سوية. الرسم والألوان كانت أشياء كلش مهمة وتفاصيل حلوة بحياتنا من إحنا وصغار. كنا دائما نتخيل أشياء حلوة وجميلة ونجي نرسمها. صحيح الرسمة ما تشبه مثل ما هي بالضبط، بس فرحتنا بالرسمة كلش حلوة وتعنينا هواية. أكيد حلو الإنسان يطور من نفسه وينمي الموهبة عنده إذا كانت عنده هاي الموهبة حلوة. بدعم الأهل، وجود الأهل أكيد تفاصيل مهمة بيها. لهالسبب اليوم رايحين نشوف قصة غير شكل ويا بنوتة نمت هذه الموهبة بطريقة حلوة. أنا لمياء، خرجت فنون جميلة، متزوجة وأم لي بنتين عسل وقمر. بداياتي الفنية كانت منذ الطفولة، اكتشفوا عندي موهبة الرسم. بديت أول ما أرسم على الحياطين، طبعاً هاي أول بداياتي. الوالد اكتشف عندي يعني موهبة الرسم، فقام يوفر لي المواد، يجيب لي أدوات الرسم. بديت أطور موهبتي بفضل الأساتذة اللي كانوا بالمعهد، صارت عندي خبرة أكبر، تطور مجالي أكثر. بس كتجاري أنا يعني صار لي 3 سنين فقط، يعني طلبات الرسم إلها وقت خاص ومحددة أوقات معينة أشتغل بيها الرسمات الخاصة بي اللي ممكن أشارك بيها معارض، ممكن هدايا الأقرباء، ممكن أنه لوحات بيتي. فمخلية وقت للطلبات ووقت لوحاتي الخاصة. أكثر الرسمات اللي أحب أرسمها هي البورتري والواقعي، يعني اختصيت به. يعني ايش قد ما احاول اغير النمط لازم اميل للبورتري والواقعي،
ماكو شيء ما بيصعوبة، بس كل شيء بالنظام، يعني وقت للبنات، وقت للبيت، وقت للزوج، وقت العائلة يعني كاملة، والوقت الأقل طبعا راح يصير للرسم لأنه أكو أمور أهم. سولفي لي نمياء، شنو أكثر لون يعني لك وتحبي؟ تدرجات الأخضر. حلو، من الفاتح إلى الغامق. الفاتح للغامق. يعني تحديداً؟ مميز، يعني عندي الفستقي. الفستقي، حلو، يعني سيجنيتشر اليوم مال نمياء الفستقي، صح؟ نعم. دا أشوف أني أصلاً الأثر، أنه أنت مسوية هذا التاتش. كان ديكور الحائط كله تتعون فستقي، يعني هاي بيت جديد غيرته. ها حبيت، أي. يعني أنت دائماً تحبي تشوفيه قدامك، يوحيش طاقة معينة؟ كلش. طاقة حلوة، أكيد لون الأخضر طاقة إيجابية. كلش إيجابية. هذا شيء كلش لذيذ. زين سولفي لي شوية عن البنوتات، منو أكثر بيهم تحسيها تشبهك أو تحاول تكون مثل الماما؟ والله هم كثيرهم يتنافسون إنه شلون يرضوني، شلون يشبهوني بالرسم. ماما شوفي هاي الرسمة ماتي، ماما شوفي هاي الرسمة ماتي، يعني عسولة وقمورة. حلو حبيت. أنت تدعميهم؟ إيه دائما أجيب لهم مواد الرسم وعلى عمرهم طبعاً. طبعاً. إيه ودائما أنطيهم أفكار. يعني حلو. يرسموها. من أكثر وحدة بيهم تحسيها هي عندها تالنت، يعني موهبة معينة؟ عندي قمورة صغيرة عندها شوي ابتكار أكثر من أختها. ابتكار، يعني تحب تتخيل الشيء وترسمه. حبيت. أي بس عسل لا، ماخذة طبعي أني، يعني عندي شوية قليلة ابتكارات، يعني أحب أباوع. أكيد طبعاً إحنا نتمنى لك كل التوفيق، هاي أولا. ثانياً إحنا رح نظل ست الكل داعم لكل قصة مثل قصتك، قصة نجاح مبهرة. اليوم رح نكون إحنا قدوة لنساء بقيات، وإنتي رح تكونين قدوة لنساء بقيات حتى يعتمدون ويكونون أصحاب مسؤولية أكبر وأكبر، وأكيد بدعم مهني إن شاء الله. طبعاً أنا حبيت كل التفاصيل اللي مديتينا بيها، خلينا نشوف مكان ثاني ونسولف بيه أكثر. سولفي لي لمياء، شنو أول فكرة خطرت ببالك حتى تحاولين مشروعك من مشروع فني إلى مشروع تجاري مربح؟ والله هي الفكرة يعني صارت قبل 3 سنوات تقريباً. قبل 3 سنوات جاتش فكرة إنه تحاولين المشروع ولا المشروع نفسه؟ لا هي كانت مجرد فكرة، إنه يعني كان طلب من صديقة عندي. نعم. إنه أرسم لها لوحة. نعم. فقالت لي رسمي لي رسمة وأني راح أنشرها على حسابي. نعم. أي رسبت الرسمة، كلش حبتها طبعاً، نشرتها على حسابها، حطت الأكاونت، قاموا يدخلوا لي طلع يعني متابعين أكثر ويطلبون رسمات، فحولتها من ذاك اليوم إلى تجاري. نعم. يعني قمت أخلي أسعار محددة أو أحجام كل حجم إلى سعر وخدمة توصيل، صار من ذاك اليوم تجاري. الأهل دعموك بهذا القرار؟ يعني كان أكو تأثير من الأهل عليك أنه إيجابي أو سلبي؟ بداية الوالد، بس بعدين ورا ما تزوجت طبعاً الدعم أكيد رح يكون زوجي. أكيد كان أكو دور مميز للزوج مثل ما قلتي لي. شنو أكثر صعوبات واجهتك تقدرين تذكري لي إياها؟ شوية. مثل؟ صار عندي تعب بالرئة. نعم. يعني أستخدم بيها مواد شوية مؤذية، نفط وزيت التربنتيف، هاي كلها تأثر على التنفس مالتي. التنمر كان أكيد إلى جزء من السوشيال ميديا، خلينا نقول أكيد كان أكو فات كومنتس سيء أو تنمر أو كلمات ممكن صعبة تتلقيها، واجهتي هذا النوع؟ أكيد أذتني، يعني أكو تعليقات يعني أبقى تقريبا يوم كامل منزعجة يعني كلش. نعم. فبعدين أرجع أشوف ليش هذا التعليق انقال علي. نعم.
أبدي من جديد أكون أقوى. طبعاً أكيد قلتي لي أنه أكو ممكن كومنت، أكو أوردر، ممكن تفاصيل معينة من خلال البيج. أكو نوع معين من الأوردرات ممكن تذكري لياها غريبة من الزبائن يطلبوها أو يحاولون يسوون أوردر عليها؟ لا ما بيها غرابة، وإنما بيها ربط أو مثلاً صورة ما متواجدة، يعني ما متواجد صاحب الصورة، متوفي وما عندهم غير بس هاي اللقطة، وتكون مال معاملات مثل ما يسموها صغيرة، لقطة قديمة، فأضطر أدخلها مونتاج يعني أوضحها أكثر بالفوتوشوب على مود تطلع مرتبة، وبعدين أدمجهم سوا ويا صاحب الرسمة. نعم، فإذا هي هاي بس الصعوبة أو طلب مثلا ممكن يكون متعب، خلينا يعني ولازم تكون واضحة أهم شيء، ما بيها فلتر. نعم. إنه الفلتر راح يغير لي تقريبا 60% من الملامح. نعم. طبعا كل هاي التفاصيل كلش مهمة، بس اليوم إذا أرجع وأقول استقلال المرأة واجب، اليوم شنو يعني لمياء استقلالها المادي، وشنو أكثر شيء تقدرين تقولي لي بي إنه تحسي يكمل لمياء من ناحية الاستقلال المادي؟ والله أنا مستقلة مادياً من أني بالمعهد. من أنت بالمعهد؟ يعني من أني ببيت أهلي. نعم. البابا الله يحفظه كان يصنع أدوات، العفو، جنط وجزادين كلها من الجلد. نعم. هم فنان بالأصل. نعم. إحنا والدنا فنان، فكنت أخذ القالب اللي يشتغل وأسويه نفس القوالب نفس الديزاين وأبيعه بالمعهد. نعم. بس أشجع المرأة إنه تسوي مشروع خاص بيها. نعم. يعطيها قوة أكثر. إذا شجعين النساء أيضاً يفتحون مشاريعهم الخاصة. طبعاً أي. مهما كان بسيط يعني. شنو كانت تعني لك أول لوحة أنتي كنتي أكيد رسمتيها بهدف الفن؟ شنو كانت تعني لك لما إجيتي تخليتي عليها عنها وبعتيها فصارت سبب تجاري مربح؟ والله كانت وصلت للخارج. وصلت للخارج. وصلت. نعم. أكثر شيء كانت واحدة للسويد كانت. نعم. كلش حلوة، عز علي إنه أتخلى عنها، بس من اطمأنيت إنه راح تتعلق بمكان حلو والمقتني مقدر الفن اللي أنا قدمته، فرحت. بعدين بنفس الوقت يعني استفاديت ماديا نفس الشيء. طبعا لمياء أم ملهمة وفنانة، أكيد العشرات من قصص لمياء رح نسلط الضوء عليها ورح نشارككم بيها بتفاصيل أكثر وأدق ويا ست الكل. قصة ملهمة، نقدر نقول إنه التفاؤل وقت الوقوع هو ذكاء، والثقة في النفس وقت اليأس هي قوة، والإصرار رغم الصعوبات والتحديات هو نجاح بحد ذاته. صبري مثل ما تعرفين إنه المرء يستطيع إذا أراد. طبعاً أكيد فعلاً، لأنه لمياء كانت كلش حلوة بشغلها، مستمتعة طبعاً كلش، إنه الفكرة هي أصلاً إنها حولت هوايتها الفنية من الرسم إلى باب رزق تستفاد منها هي وعائلتها. طبعاً هذا مشروع كلش لطيف عراقي بإيد امرأة عراقية متميزة. عراقي بامتياز يعني نقدر. بامتياز وبحرفية يعني. حلو. تعرفين أنا شنو شد انتباهي من خلال التقرير اللي شفناه؟ إنه هي أم البنتين وقاعد تذكر إنه مسؤوليتها تجاه بيتها واتجاه بناتها، إنه هي محافظة على هاي المسؤولية، وبنفس الوقت قدرت إنه هي تنمي هوايتها أو مهارتها اللي عندها وخلتها باب رزق لها. يعني هذا شيء جدا حلو، نقدر نقول وازنت بين الكفتين. طبعا إيه، يعني رافقت لمياء يعني هيك بتفاصيل يوم لذيذ، كنت مستمتعة وياها إنه هي شلون محافظة على يعني بين تربية البنات ومسؤولية البيت. هذا طبعا شيء كلش مهم. صحيح. وأكثر إنه لمياء كانت تحدثني بشغف وحب عن مشروعها. حلو. يعني أكثر شيء كانت توجه إنه هي مستفادة ماديا. صحيح. مستقلة صارت ماديا، هذا الشيء عزز من داخلها إنه هي تقاوم كل الصعب
اللي تمر بيها. انت ذكرتي اكو شغف قاعد تتكلم، وانا لاحظت هذا الشغف من خلال نقلتها لبناتها. نعم. قاعد اشوفهم يرسمون ويحاولون يبدعون، وصراحه في لمسات شفتها موجوده عند تحول هي اصلا الموهبه. واني قلت لها يعني سالتها قلت لها انت يعني حابه انه البنات يصيرون باكر مثلك بالمستقبل رسامات او عندهم موهبه معينه او مثلا مشروع خاص بهم؟ قالت اني جدا اشجع على هذا الشيء، واكسترا دا احاول انمي عندهم كل القدرات اللي ممكن. هذا طبعا شيء حلو. وتعرفين من الشغلات اللي انا انتبهت لها بالتقرير وحبيتها، انه هي رغم انه شويه تاذت من خلال التلوين وغيرها، صحيح، بس استمرت حافظت على هوايتها ونمتها وطورتها، ووصلت اليوم قدرت انه هي تستمر فيها، وصار باب رزق لها ومكان تقدر انه تعتمد عليه ماديا. ماديا بالضبط. يعني هي مع انه واجهت انه خلينا نقول صعاب معينه صحيه، ترجع مواجهه صعاب على انه هي تنمروا عليها يعني من خلال السوشيال ميديا، بس بنفس الوقت هي ما استسلمت. حلو. استمرت وباكثر، يعني هي ناويه تطور بعد مشروعها. صحيح. وتشارك بمعارض اكثر. تعرفين هذا الشيء حلو لانه راح يخليها يمكن تتخلص من البطاله، لأن بهالطريقة قاعد هي تعتمد على نفسها. قاعد نشوف اليوم أنه البطالة هي تأثر مو فقط على البنت. نعم. تأثر على أسرتها وبالتالي تأثر على المجتمع، بس احنا نشوف اليوم المرأة توجد فيها صعوبات. نعم. الصعوبات هاي تتخلف حولها تحديات. التحديات شنو تعطي؟ تعطي فرص. الفرص اليوم قاعد نشوفها موجودة على أرض الواقع، فبالتالي المرأة العراقية قاعدة تحاول أنه هي تتغلب على البطالة، ولكن بطرق عصرية وتواكب فيها الموضة. طبعا أكيد بظل عدم إنصاف المرأة بالعمل، ماكو أمامها غير أنه هي تتحدى وتتحدى وتتحدى وتتغلب على صعوبات المجتمع أكيد، وتغير من القوانين، تقيد عفوا القوانين. هذا مو بس يعني على فكرة يعني بالعراق ديما، هاي حال أغلب النساء العربية والعالم أيضا. صح. يعني هذا حال خلينا نقول بالعموم. الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي لها تأثير كبير، وأعتقد هذا الشيء ما يختلف عليه اثنين، ولكن اليوم هي وصلت أنها تسخر لخدمة الإنسان ومصلحة الإنسان، وبالتالي حتى شفنا المشاريع التجارية وغيرها صارت تلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي. الفيسبوك والإنستغرام صارت كلها عبارة عن إعلانات
تجارية، حتى مرات نسولف أو نحكي بيناتنا عن حاجتنا لشيء معين يبدي تطلع لنا هاي الإعلانات على الفيسبوك والإنستغرام. هالشي صحيح مرات مزعج بس للأمانة مفيد وايد. أنا أيدك، شوية مزعج بس هو مفيد وكلش مفيد بصراحة، لأن أنا هواية أشتري أشياء يعني محتاجتها عن طريق الإعلانات. أكيد وسائل التواصل الاجتماعي مهمة صارت اليوم لهالسبب. شفنا أنه هواية بنات اتجهوا على أنه يسوون مشاريعهم الخاصة من خلال السوشيال ميديا. ليش؟ لأنه همين بنفس الوقت ما يقدرون يطلعون من البيت، بنفس الوقت ماكو ظروف عمل مناسبة لهم، وأكثر عن ذلك صار محصور يعني عايشون يقولون العمل كلش محصور بين سواء بالقطاع الخاص والعام. صحيح. يعني هاي كلها مشاكل تخليهم أنهم يأسسون مشاريع صغيرة عبر السوشيال ميديا. مشاريع صغيرة اللي أسسوها بنات على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قاعد تكبر وتزدهر، سواء كان من الأكل، الملابس، وحتى لتجارة الكتب اللي أعتقد أنها هي ممكن تحتاج جهد أكبر من غيرها. مرحبا، اسمي رغد قاسم، كاتبة ومترجمة، وأني صاحبة مكتبة نسابة اللي أسستها بالتشارك مع صديقتي تقى محمد. إحنا الاثنين فكرنا في مشروع مشترك بيناتنا اللي هو مكتبة، حالياً هي مكتبة إلكترونية تعمل على توصيل الكتاب وبيع الكتاب وإكسسوارات الكتاب للقراء في كل مناطق العراق. الصعوبات اللي واجهتنا هي النظرة العامة في المجتمع لمشاريع الكتب، دائماً ينظر لمشروع الكتاب وكأنه الكتاب موضة قديمة والناس بعد ما تقرأ اليوم، وهي فكرة جداً خاطئة. من الصعوبات الثانية هي النظرة العامة في المجتمع أنه المشروع اللي تقوم به النساء هو بالغالب مشروع يعني غير ناجح أو مشروع قصير الأمد. أيضاً من الصعوبات أن المرأة بسبب التقاليد والأعراف المجتمعية صعوبة حركتها وصعوبة تنقلها. إحنا حاولنا نتجاوز هاي الصعوبات كلها يعني بمساندة عوائلنا وبعملنا الجاد، وأنه إحنا نبذل كل اللي نقدر عليه. طبعاً إيش قد حلوة البنية تشتغل بمجال الكتب. أعتقد الناس كلها دا تميل لهذا النوع من الشراء، خاصة ويا أزمة كورونا بصراحة اليوم يشكل شو اسمه هاجز كبير حتى يشترون يعني حاجاتهم اليومية. صحيح. وبنفس الوقت هذا الشيء أثر إيجابياً على كل بنية عندها مشروع صغير عبر السوشيال ميديا، فخلت ثقتهم بمشاريعهم كبيرة وبنفس الوقت طموحهم جدا يزيد. صحيح، مثل ما نقول يمكن رب ضارة نافعة، كورونا نفعت البعض من البنات، بس احنا لازم ندعم بناتنا ومشاريعهم. الطموح يزيد، بس هل الوضع بالمجتمع يساعد؟ هل راح تقبل انه تخلي بنتك او زوجتك تنشئ مشروعها الخاص؟ خلونا ناخذ بريك ونرجع حتى نكمل. هل سأسمح لزوجتي أو ابنتي بإنشاء مشروعها الخاص؟ طبعاً إذا كان المشروع ملائم إلي والقناعات والمبادئ اللي نؤمن بها اثنيناتنا، شيء أكيد أدعمه. إذا شيء يفيد المجتمع ليش لا؟ نعم أسمح، بس من ضمن القانون داخل البيت عادي. لا، أنا عندي المرأة ربة بيت، بس هي ما بيها شيء إذا طلعت تشتغل، بس هو كل واحد ورأيه الخاص. يعني المرأة أكيد المرأة هي نصف المجتمع، لابد ما تكون لها مشروع خاص حتى يعطيها استقلاليتها، يعطيها دورها فعال في المجتمع. استقلال المرأة المادي هو شيء إيجابي وصحي وظاهرة اجتماعية صحيحة،
والله باستقلال المرأة المادي، إنه عادي إذا رجلها كان خوش رجال ويعطيها فلوس شغلة عادية، إنه عادي ما يسمح لها إنه هي تطلع تشتغل برا. الاستقلال يعني مثل ما الرجل يبحث عن الاستقلال المادي، المرأة أيضا لها دور تبحث عن الاستقلال، فلذلك ما دامت هي لها نصف وشريكة والإسلام شجعها والإسلام يريد النصف، فكذلك لابد أن يكون لها نصف المجتمع. نحقق حالة رجال هسه، يعني ثلاثهم يشتغلون. عمل المرأة شيء مفيد وإيجابي طبعاً، المرأة نصف المجتمع إن لم تكن هي ثلاثة أرباع المجتمع بالتأكيد. أكيد المرأة هي تبحث عن النجاح أصلاً، هي المرأة تريد تشارك، تريد إحنا لازم ما ندعمها نعطيها دور حتى تكون ناجحة. عمل المرأة مفيد هو للمجتمع، وهمين إذا كانت ربت بيت همين مفيد. شلون ما له فائدة؟ هي نصف المجتمع، شلون ما له فائدة؟ المرأة هي أم وأخت وبنت وزوجة وموظفة ومديرة. أنا مديرتي امرأة يعني، يعني معناها هي لها دور بالمجتمع، يعني المجتمع ما يبحث حقها. طبعاً عمل المرأة كلش مفيد بالمجتمع، إحنا نقول إحنا كانوا يقولون إنه المرأة نصف المجتمع، ولكن هي المرأة كل المجتمع. مفيد بالمجتمع، يعني المرأة لها حقوقها، لكن نقول مثل ما ماشى 75%، لا أنا أدعمها 100%. شفنا آراء الناس حول موضوع عمل المرأة واستقلالها المادي، آراء كانت متنوعة، والاختلاف حول عمل المرأة بعد لحد الآن موجود. وهسه خلونا نشوف رأي مختصة اجتماعية بموضوع عمل المرأة وتأثيره على المجتمع. مرحبا ست رؤى خلف، معانا الإخصائية الاجتماعية في ست الكل. أهلا وسهلا بك عزيزتي. بداية حابة أسألك، إنه إحنا قاعد نتكلم عن عمل المرأة وتأثيره على المجتمع، شنو أنت تشوفين التأثير هذا على المجتمع؟ يعني بالعادة صارت إنه المعيار المقياس لتقدم الدول، لرفاهية حتى الدول ولثقافتها، هو شقد هاي الدولة مهتمة بالنساء وشقد هاي الدولة منطية المساحة الكافية لإنه النساء تقدم وتكون هي جزء مشارك بهذا المجتمع. صحيح. وهي جزء موجود لها بصمتها ولها آثارها داخل المجتمع. فبالتالي احنا اليوم نشوف انه ظاهرة العمل والمشاريع ومشاركة النساء بمشاريع صغيرة بالمجتمع، هو هذا خلينا نقول هي الجانب الإيجابي والمشرق من المجتمع، لو حتى كانت نسبته يمكن ما تتعدى 1%، لكن هو جانب مهم انه احنا نكسر الصوره النمطيه للمراه انه هي دائما مكانتها محدده، مكانتها بالمجتمع، تقديمها للمجتمع هو محدود. يعني هي من اليوم احنا دائما عندنا الفكره انه هي محدوده باطر معينه. صحيح. بعمل معين، فهذا جزء مهم. وحتى المقولة دائما أن المرأة مكانها بالبيت، مكانها بالمطبخ، دائما نسمعها، بس هو هذا الدور بحد ذاته أصلا إلى تأثير على المجتمع. ولكن اليوم أنه إحنا نشوفها تعمل ومشاريعها موجودة على أرض الواقع، هم قاعد نشوف تأثيرها ملموس، لأن هي راح تكون قدوة إلها ولغيرها من أكيد طبعا. أكيد طبعا تأثيرها بالمجتمع أكيد إيجابي راح يكون، بس بنفس الوقت أنا هسه أريد أعرف إيش قد تأثيرها على المرأة العراقية تحديداً هاي المشاريع. هي تأثيرها إحنا إذا خلينا نقول إذا على الجانب المادي فهو تأثير إيجابي جداً، بأنه هي اليوم راح يصير عندها مردود ودخل مستقل، راح يخليها كمرأة امرأة مستقلة، ما تقدر إنه ما تتعرض للضغوط. إحنا حتى لا ننسى، خلي أضيف فقرة كلش مهمة بتصنيفات العنف أضافوا في الفترة الأخيرة هو العنف الاقتصادي، وهذا العنف الاقتصادي هو نوع من الحرمان يمارسه الرجل أو حتى امرأة أخرى. يعني عنف تمارسه امرأة أخرى اتجاه امرأة أخرى، فهذا يسمونه عنف اقتصادي. فبالتالي إحنا اليوم من حررنا المرأة من عنف اقتصادي راح نقدر تكسر حلقة الحرمان اللي هي من التعليم، الحرمان من العمل، الحرمان من إنه هي تكتسب مواهب، تكتسب قدرات وطاقات، وبنفس الوقت حرمانها من المشاركة بالمجتمع. فإلها تأثير جدا إيجابي، وإحنا راح نرجع للحلقة الأساسية اللي هي المربية الأجيال. صحيح. بالتالي يعني أنت قد ما راح نتربى اليوم على الأطفال يتربون على أم، على إيد قوية. أم مستقلة وقوية. فعلا. هاي راح تنعكس على شخصيته. صحيح. تنعكس على شخصية الطفل الشاب
قبل البنية بأنه هو راح يطلع من يكبر يعرف دور المرأة، يقدر لهذا الشيء ويدعمه. ونرجع للحلقة الأكبر اللي هو أنه هي تنعكس مجتمعياً. صحيح طبعاً. أنت ذكرتي عن الاقتصاد، فأنا أريد أشوف تأثير العمل ولكن على الاقتصاد العراقي. إحنا حسب يعني الإحصائيات دائماً اللي نشوفها من وزارة التخطيط العراقية تشير دائماً الإحصائيات إنه نسبة النساء هي أعلى من نسبة الذكور. فتخيلي إنه هاي النسبة الكبيرة اللي بالمجتمع معطلة. صحيح. لكن إحنا ذا اليوم اشتغلنا على هذه النسبة، وإذا هاي النسبة صارت عندها المردود المادي وصارت عندها المشاريع وقدرت راح تقدم شيء، فرح نشوفها هي جزء مساند لاقتصاد البلد. صحيح. وجزء أساسي اليوم لحتى تفتح مجال لفرص عمل أخرى، فبالتالي أكيد لها في التأثير، وتأثير جدا مهم على الاقتصاد، ولأنه إضافة لأنه هي كنسبة أكثر تمثيل يعني بالمجتمع رح يعني تخلينا تنفتح ممكن أبواب عمل يعني تبدع بها المرأة أكثر مما يبدع بها الرجل. طبعاً. عندي تساؤل، دائماً أكو فد نظرة سلبية على المرأة المستقلة مادياً، شنو سبب هذه النظرة؟ هي نسموها هي السلطة الأبوية اللي تربينا يمكن عليها أجيالنا وأجيال حتى من العشرينات. نعم. واللي إذا نرجع عليها لقوانين عراقية شرعت بال49 وغيرها، إحنا نشوف هي دائماً تنطي الحق والنفاذ للرجل قبل المرأة لأنه هو صاحب السلطة، فبالتالي إحنا دائماً نقول هو القانون هو اللي يربي المجتمع. صحيح. فبالتالي نشوف إنه إحنا تربت أجيال إنه سلطة الرجل، والرجل شنو اللي يتميز عن المرأة دائما لأنه هو مستقل ماديا، لأنه هو يطلع يشتغل. صحيح. لأنه فهي هذا الرعب اللي ممكن يدخل السلطة للمجتمع. صارت بإيده. بالضبط. مع العلم هي عمرها يعني ما كانت السلطة بهذه الطريقة تقاس. مشاركة. لكن اي بالضبط، لكن هي هذا يعني خلينا نقول الطابع والفكر المجتمع، وصعب انه يتغير بيوم وليله. نعم. لكن هو اعتقد بالممارسه والاستمرار بهيج نوع من المشاريع، وانه المراه دائما تحاول تشتغل على نفسها وتكسر هذه الصوره النمطيه. صحيح. راح تغير هواي بالمجتمع. صحيح. ذكرتي انه احنا انت اخصائيه وتعرفين بالقوانين، فانا اريد اشوف موضوع معين، هل انت برايك انه اليوم القانون العراقي يدعم المرأة ويصب في مصلحتها؟ حتى نكون منصفين، يعني على مستوى القانون في القطاعات الخاصة قانون العمل جدا أنصفها، اللي هو قانون 37 لعام 2015 بفصول كاملة عن حق المرأة العاملة، واللي هي منها إنه يمنع التمييز بالأجور، يعني ممنوع إنه الرجل يتميز عن المرأة بالأجر أعلى. إضافة لذلك انطاها حق الأمومة وإجازة الأمومة وحق الرضاعة يعني بفترات العمل، وكثير من القضايا اللي هي داعمة اللي احنا دائما نشوفها هي من اللي تسبب مخاوف للنساء بأنه هي تمارس عمل في قطاع خاص، أنه مثلا تخاف من التحرش، تخاف من التمييز، تخاف من أنه هي ممكن تكون تتعامل بحرمان لحقوقها. هاي القوانين والمواد هي عالجت هذه القضايا، لكن احنا اكو مسألة اللي هي اهم، نفاذ هذا القانون. وهذه المشكلة اللي احنا نواجهها يعني من 2015. يعني انت قاعد تقولين هو القانون موجود ولكن لا يطبق، نفاذه مشرع يعني، لكن مشكلته في النفاذ. يعني احنا نشوف القطاع الخاص نهائيا غير مهتم بهذه القضايا، فبالتالي يعني خلي اكو حلقة مهمة اللي هي يفترض المؤسسات الحكومية وحتى المؤسسات الأخرى اللي هي مثل النقابات والاتحادات تتابع هذه القضايا حتى يبدي إنه يبلش يفعل القانون، ونشوف إنه إحنا راح نشوف إنه أكو تطور أكثر ويطبق على يطبق أكثر، وحتى راح نشوف إنه ممكن النساء تنزل لسوق العمل وهي ضامنة حقوقها، وهي ما عندها هذا الرعب من انه هي تمارس ما عندها اي خوف. بالضبط. ما في شيء. نعم. يرعبها لانه هي بالتالي هي مضمونة حقوقها، واكو قانون يعني مثبت هذه الحقوق، فيعني نتمنى انه هذا يبلش نفاذ هذا القانون. تمام. الحلو انه القوانين انت قاعده تقولين موجوده، ولكن تطبيقها وشلون احنا نقدر نوصلها للمرأة بشكل عام، كيف يمكن المرأة انه هي اليوم تعي حقوقها
وتعي شنو هي من تروح للعمل شنو إلها حقوق. بالضبط. شلون نوصل هاي الرسالة إلها إنه هي تكون قادرة على مواجهة هذا التفاصيل اللي مثلاً مضايقات أو حتى القوانين اللي هي شرعت بحقها، شلون اليوم نوصلها فكرة ديب أكثر؟ يعني هي بصراحة هو لازم يعني نعتمد على مثلاً الإعلام وعلى القنوات التلفزيونية إنه دائماً تشير إلى هذه القضايا. واليوم عندنا وسيلة اللي هي أقرب السوشيال ميديا، السوشيال ميديا والفيس والتويتر والإنستغرام اللي هو دائما أكثر الوقت ممكن إنه واحد دائما ننوه بهذه القضايا. والشيء يعني الآخر اللي هو النقابات والاتحادات اللي هي ضليعة بهذا الموضوع، والجزء الأكبر اللي هي دائما اللي إحنا دائما نقول النفاذ يحتاج إلى إرادة سياسية ووطنية، فبالتالي يعني التشريع والنفاذ القانون بصورة كبيرة يعتمد ايضا على المؤسسات الدوله. بالحديث عن مؤسسات الدوله، هل انت تعتقدين المفروض اليوم اكو دورات واكو ندوات تقيمها هاي المؤسسات سواء بالمدارس توعيه اكثر من الصغر، يعني يبتدون مع السيدات بحقوقهم وغيرها؟ اكيد لازم، وهذا احنا دائما احنا نقول وزاره التربيه والتعليم. صحيح. فهي احنا لازم اصلا الجيل اساسا من الربيه على اساس الاعتماد على النفس، على الثقه بالنفس، على انه انت تعرف شنو حقوقك. فبالتالي انت راح نصنع جيل متكامل، جيل عنده وعي كافي. صحيح. فبالتالي بالدرجة الأولى المؤسسات الدولة هي اللي مسؤولة عن هذا الموضوع. احنا حتى لو فرضنا انه نعوف فترة التربية والمدرسة، عندنا التعليم العالي، الطالب اللي هو بالمرحلة الأخيرة يفترض يؤهل، يفترض انه يكون عنده وعي كامل بحقوقه، وعي كامل انه هو حتى شنو الحقوق اللي عليه. يعني رب العمل ايضا الى حقوق على العمال، على اي موظف، على العامل، او العامل طبعا هو مو الا اي يعني اي شخص يمارس مهنه معينه في مكان، بالعموم يعني بالعموم يسمى عامل. فبالتالي مثل ما له حقوق لازم يعرف الطالب اللي على وجه التخرج انه هو شنو الحقوق اللي له واللي عليه واللي لازم انه يهتم بها. فاكيد طبعا هذا له دور مهم ولازم انه نهتم بهذا القضايا. لهالسبب انه هي لازم شلون نقول مبادرات متكاملة من الطرفين، قانونياً اجتماعياً من المرأة نفسها، مؤسسات كاملة لازم تكون متعاونة. بالتأكيد. احنا نشكرك ست رؤى، نورتينا اليوم، وشكراً على المعلومات القيمة اللي قدمتينا إياها. سلمون عزيزاتي، شكراً. طبعاً وصلنا لنهاية حلقتنا وياكم اليوم من برنامجكم برنامج ست الكل، موضوع ممتع، مشاريع مبشرة، طريق طويل، بس أكيد مو صعب على ست الكل. صحيح صابرين، بالتأكيد، لأن ست الكل اللي تتحدى راح تنجح وتتفوق. انتظرونا بحلقتنا القادمة قضية أخرى عن ست الكل. في أمان الله.